دلوقتي هنقابل الدكتور مجدي حسن، عضو مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، واللي هيكلمنا عن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة بصورة علمية، وكمان موقف إنشاء المجلس الأعلى للأوبئة الحيوانية في مصر. دكتور مجدي حسن، عضو مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، في 28/1 تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتم اختيار حضرتك عضو مجلس الإدارة بالإجماع. دور عظيم يا دكتور. وخليني أقول لحضرتك على حاجة، احنا اتكلمنا دلوقتي على قضية السيطرة على الكلاب الضالة، قضية كبيرة جدا، 30 مليون كلب. الحل الوحيد إنشاء شلترات لتجميعها وتحصنها وتعقيمها، ده الحل الوحيد. التكلفة، تكلفة الكلب الواحد في حدود 70 جنيه للكلب الواحد. طبعا بعد ما عملية الصيد بتنقله من مكان الصيد إلى مكان الإيواء. مكان الإيواء ده بيبقى لازم يكون في عيادة بيطرية بيتم الكشف على الكلب، ولو هو مريض بيتم علاجه، ولغاية ما يوصل لحالة صحية جيدة بيتم تطعيمه بالتحسين بتاع السعار. طبعا تكلفة التحسين ده للكلب في حدود 100 جنيه للكلب الواحد يعني. وبرضه 100 جنيه للكلب الواحد؟ غير كمان لو كلب عيان وانت بتعالجه بأدوية لغاية ما توقفه على رجليه، وفي نفس الوقت الإعاشة بتاعت الكلب ده أثناء العملية، انت لازم توكل الكلب طبعا. عملية التعقيم؟ عملية التعقيم. التعقيم ده عشان خاطر ما يتكسرش ويبقى هو عمره بس اللي يعيشه، صح كده؟ فلازم عدم تكسره. انت بتتعامل بقى لو هي انثى بتعمل لها عمليه تكلفتها في حدود 600 جنيه تقريبا. لو هو ذكر التكلفه في حدود من 150 ل 180 جنيه لتعقيمه. دي تكلفه كبيره قوي. يعني الكلب بيكلفنا كام بشكل عام؟ 950 جنيه. ده كمان في نقطه مهمه، ان انت بعد ما تعقمه ان انت بترجع نسبه معينه من اللي انت صدته للمكان الاساسي، والمكان الزياده اللي هو من خلال التوازن البيئي اللي لازم تحققه لازم تنقله في مكان ايواء. الايواء ده معناها رعايه صحيه، اكل وحراسه وخلافه، فدي تكلفه تانية كمان مش داخله في 950 جنيه. ومين اللي يقدر على المليارات ده دكتور؟ للاسف احنا الجمعيه طبعا امكانياتنا الماليه محدوده جدا جدا، يعني راس مال الجمعيه 400,000. احنا عندنا وديعه في البنك 400,000 جنيه طبعا لا تكفي الملايين دي، فمحتاجين مساعده الدوله والجمعيات الاهليه الاخرى وتبرعات. طب خلينا دكتور، لما اكون قاعد مع دكتور مجدي حسن ما ينفعش ما اتكلمش على المجلس الاعلى للاوبئه الحيوانيه. ده مجلس بنطالب بيه بقالنا سنوات طويله جدا، واللي عرفته ان بدأ فعلا اجتماعات لانشاء هذا المجلس، وتم تشكيله وارساله لوزارة الزراعة لاقراره. مجلس مهمته تحديد الاوبئة وكيفية التعامل معها الاوبئة الحيوانية. وصلنا ليه يا دكتور في القضية دي؟ اللجنة العليا دي اجتمعت، اول اجتماع لها كان في نوفمبر 21. اللجنة كانت متشكلة من 25 عضو، فتم اقتراح ان عشان يعني العدد كتير جدا فتم تشكيل لجنة فرعية من 7 أعضاء من الجمعية، واجتمعنا بشكل دوري وحطينا التصور لخطة التنفيذ بناء على الطلب اللي طلب مننا، واتبعت هذا التصور لمكتب معالي الوزير، ولغاية هذه اللحظة ما مشوفيش أي خطوات تنفذت في هذا الاتجاه. تشكيل المجلس الأعلى للأوبئة الحيوانية تشكل من مين؟ أهدافه إيه؟ هل هيستعين بخبراء من بره ولا لأ؟ هل قراره قرار ملزم للدولة ولا لا؟ ما هو ده قرار، ده مجلس خبراء. هو طبعا التشكيل الأساسي مبني على المراكز البحثية، كلية الطب البيطري ممثلة فيها بجانب أعضاء في وزارة الزراعة موجودين في اللجنة دي. مهمة جدا إن احنا عندنا الخبرات الكافية إن احنا نقدر نعمل ده بدون عدم الاستعانة، وفي نفس الوقت احنا برضو قدمنا عرض على اساس ان احنا ناخد هولندا كنموذج، دوله مشهوره جدا طبعا في الثروه الحيوانيه، وتم الاتصال بيهم هم على استعداد ان هم يقدموا لنا الخبره بتاعتهم، واحنا نقدر نطيع الخبره دي بناء على الظروف الموجوده عندنا في مصر. طب دكتور مجدي، المجلس ده ما تفهمنا دوره هيبقى ازاي؟ وليه التاخير؟ يعني ليه متاخرين بقالنا سنتين على تشكيل مجلس شديد الاهميه زي المجلس الاعلى للاوبئه الحيوانيه؟ طبعا اهم حاجه التتبع الامراض سواء الفيروسيه او البكتيريه او الطفيليه على مستوى المزارع سواء دواجن او ثروه حيوانيه ايا كانت، وفي نفس الوقت ان انت بتبقى عارف الوضع عندك ايه المشاكل، كمان بتقدر تتوقع ايه اللي ممكن يجد في الناحيه المرضيه،
وفي نفس الوقت أنت بتجهز نفسك للاحتمالات الجديدة، في نفس الوقت أن أنت بتختبر اللقاحات اللي أنت بتستخدمها بناء على الوضع الوباء الفعلي، هل اللقاحات دي مناسبة ولا غير مناسبة، محتاجة تعديل أيا كان الوضع دوت. في نفس الوقت النهاردة عندنا كل مزرعة كل واحد بيحط تصور لبرنامج التحصين، وده كلام علميا مش مظبوط، فلازم يبقى فيه برنامج تحصين قومي الهدف منه أن أنا أتحكم في المرض وتمهيدا لنا تخلص منه نهائي. خليني أسألك سؤال يا دكتور قبل ما أنسى، مهم جدا، صناعة الدواجن، نصحتك لصغار المربين النهاردة هو لغاية اللحظة دي البقاء للكائنات الكبرى، الكائنات الصغيرة ترجع ولا ما ترجعش؟ إيه اللحظة المناسبة للرجوع إذا كان موسم رمضان هو أهم موسم للمربين عد عليهم؟ وطبعا الكائنات الصغيرة مهمة جدا أنها ترجع، لأن دي عنصر أساسي جدا وليه بعد اجتماعي واقتصادي على الدولة. ولكن احنا كان في 7 نماذج كنا من خلال متابعتنا خلال سنة 22 لقينا النماذج دي مثالية في تحقيق معدلات تحويل غذائي عالية جدا وتحقيق أرباح حتى في أسوأ الظروف. ده صغار مربين؟ صغار مربين. ممتاز. فنمرة واحد ان هو عنده رأس ماله محافظ عليه، في نفس الوقت خلال الرأس مال ده بيقدر يشتري العلف كاش وطبعا كاش معناه انه دي اهم نقطه، بيختار الجوده. لان حضرتك ما بتشتري اجل بتفرض عليك جوده معينه. بالظبط. الحاجه الثانيه عنده اساليب التربيه عاليه جدا، وفي نفس الوقت الاشراف البيطري عنده كويس جدا. فلقينا حتى ما حسبنا النتائج على مدار السنه كامله وعملنا حاجه اسمها المعدل الاوروبي، المعدل الاوروبي الستاندر بتاعه 420، اقل واحد في المجموعه ده محقق 470 ما شاء الله عليه، وفي واحد 520، والغريب ان ال 520 ده فينا. ففي نفس الوقت عنده بلان ان هو بينتج بيطلع دوره كل 10 ايام. هم عينا شاطرين في الدواجن على فكره. فتخيل انت انا كمربي كل 10 ايام ببيع قطيع، فمعدل الكاش عندي على مدار 48 مره في السنه. ده يعني انا الحقيقه اعجبت جدا بطريقه اداره البيزنس كاداره اعمال، في نفس الوقت الفكر والنتائج اللي هما بيحققوها. ده لازم نزورهم في الجدعان دول. يا ريت. فده نموذج يا ريت ان كل المربين الصغيرين يحتذوا بيه وهتتحل المشكله طبعا.